هحاول برضو اوصل لاجابات ليا انا. تمام. انتي بتتكلمي مع كابتن عصام اكيد صح؟ بتقابليه؟ ايه المشكله؟ عنده مشكله معاكي؟ عندي انت مثلا، انت مثلا هو انا ما عنديش مشكله مع حد على فكره. انا حتى الى الان الى اللحظه دي انا ما عنديش مشكله مع كابتن عصام في حاجه. طيب. ما عنديش مشكله مع حد. انا عندي مشكله ان انا مش واخده حقي. ما عنديش مشكله مع حد. انا بجتهد، طالما بجتهد اخد حقي. طبعا حق بس. الرد مكفول دايما للكابتن عصام عبد الفتاح انه يخش معانا ويتكلم معانا، ولو قدرنا يا جماعه نجيب الكابتن عصام فتاح يتكلم معانا يبقى افضل. افضل ان هو يجي وجها لوجه يعمل مناظره ويقول لي غير حتى التليفون. طيب انا هسالك سؤال من غير المناظره وان يبقى في حدث يعني. الو كابتن عصام مساء الخير. هنا ليه مش موجوده في القائمه الدوليه؟ لا انا في القائمه الدوليه. لا عفوا، ليه مش موجوده في الماتشات الدوليه؟ انا مش مرشحه كاس عالم. بس كده. طب انا روحت كاس عالم مرتين. طب وليه ما ترشحتيش لكاس العالم؟ طب انا قديمه. طب ليه ما... ده السؤال ده عنده مش عندي. ما انت اكيد سالتيه. ما هو ما السؤال ده عنده هو، هو كابتن عصام هو المفروض يتسال وهو اللي يجاوب على ده. كابتن منى انا همشي معاكي واحده واحده. انت دلوقتي الو كابتن عصام حصل كذا كذا كذا، طب انت ليه اصلا ما رشحتنيش لكاس العالم؟ لما سالتيه السؤال ده ما ردش. ما ردش؟ لا ما ردش. غير الموضوع؟ لا ما ردش. ايوه انا سالته السؤال ده قدام حكمات يعني من دول شمال افريقيا كمان في بطوله، ما ردش. انا يعني لان مش من الطبيعي ان انا اكون 18 سنه في قائمه دوليه مجتهده محافظه على مكاني، وفي الاخر يجي فرصه ان الفيفا تدي فرصه للحكمات يحكموا ماتشات دوليه رجاله، وانا الاقي نفسي ما بحكمش. ده انا بقالي 18 سنه محافظه على المستوى ده عشان اوصل لده. يعني اوصل ان انا اشارك بقى في مباريات الرجاله يعني. فلاقي ناس زمايلي اجدد مني بيشاركوا عشان دولهم واقفه جنبهم او عندهم يعني حد واقف بيساندهم، وانا دولتي مش واقفه جنبي، اتحادي مش واقف معايا عشان رئيس لجنه هو مش عايز يوديني او ايا كان هو سببه ايه. فانا شايف ان ده يعني ده مش عدل يعني. انا اصلا طول السنين دي احنا مستنيين اللحظه، مستنيين نلعب في الدوري الممتاز مثلا الرجاله، مستنيين ناخد خطوه يعني افضل من اللي انت عملتها. الفيفا دلوقتي بيساعد في ده، الفيفا بقى يشارك الحكمات في البطولات الرجاله. طب لما الفيفا بيدي ده بقى والفرصه جت انا الاقي نفسي مش موجوده ليه؟ وانت بتمثلينا يعني هو في النهايه انت هتشرفينا، يعني هنفرح احنا قوي لما نشوف. انا من 2004 في القايمه 18 سنه. هنبقى مبسوطين يعني لما نشوف بطولات رجاله عالميه. بالظبط. يعني انا اصلا طول عمري ده مستنيه عشان اللحظه دي. فلما تيجي اللحظه دي الاقي نفسي مش موجوده. طب مش موجوده ليه؟ وبعدين انا مش مقصره يعني. يعني اختبارات وبعمل اختبارات، البطولات كلها اللي انا رحتها مثلت مصر كويس جدا. ما الحمد لله ما قصرتش، ما رجعتش مثلا من بطوله، لا بالعكس الحمد لله يعني. تقاريري مستواي في الكاف كويس جدا. حتى المسؤولين عني في الكاف علاقتي بيهم كويسه جدا. والناس بالعكس الناس بيساعدوني. لكن هنا لا ما فيش مساعده. طيب تواصلتي مع حد في اتحاد الكوره؟ انا قدمت، لا ما تواصلتش، ما عرفتش اتواصل مع حد. رحت كذا مره الاتحاد بس ما عرفتش اقابل حد. فقدمت الشكوى رسمي ومستنيه رد اتحاد الكوره عليا. الشكوى فيها حاجات غير اللي انت قلتها لي ديت؟ في حاجات كتير. زي ما بقول لك 18 سنه بقى، تخيل 18 سنه دول حد عايز يضيعهم يعني منك. فلا في حاجات كتيره يعني جدا. يعني ايه ضيعهم منك؟ ما هو انت يعني حصاد ال 18 سنه انت مش عارف تاخده. ايوه. اما يبقى في ماتشات وفي بطولات وانت ما بتشاركش فيها، انا ما بشاركش فيها ليه؟